أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ونجم والشجر يسجدان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد.